بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. النهارده هتكلم بالعربي وبالانجليزي عشان انا عايز المعلومه توصل لاكبر عدد ممكن من الاطباء. My talk today will be in Arabic and English because I want the information reaches everyone. هكلم حضراتكم اكيد على موضوع الساعه الا وهو كورونا او كوفيد 19. My talk today will be about the PCR recommendations for the use of chest radiography and computed tomography for suspected COVID-19 infection. بص يا جماعة، في الأيام الأخيرة في بعض الزملاء خاصة أطباء الأشعة بينزلوا حالات أشعات على الصدر وأشعة مقطعية لمرضى عندهم كورونا وبيقولوا إيه اللي موجود فيها. ده شيء رائع جدا، ولكن وجب التنبيه، رجاء خاص يا جماعة، وياريت الكلام ده يوصل لأكبر عدد من الأطباء. بلاش تطلبوا أي أشعة لأي مريض عنده كورونا، لا أشعة عادية ولا أشعة مقطعية لمريض حتى لو محتمل عنده كورونا. أشعة للمريض اللي عنده كورونا ليست جزء من الفحص الروتيني لمريض كورونا. For all doctors, radiologists and non-radiologists, please don't ask for any radiological examination, either plain X-ray or CT chest, for any patient known or suspected COVID-19 infection. آخر تحديث للـ ACR Recommendation والـ 12 في مارس 2020 يدعو إلى بلاش أي حد يطلب أشعة عادية ولا أشعة مقطعية لأي واحد مشتبه في إصابته بفيروس كورونا. يبقى ويكتفى فقط بالفحص المعملي عن طريق اللي معروف بالـ PCR. ACR Recommendation for the use of chest computed tomography for suspected COVID-19 infection, which published in March 11 of 2020, mentioned that the Centers for Disease Control or CDC does not currently recommend chest X-ray or CT to diagnose COVID-19. Viral testing, which is PCR, remains the only specific method of diagnosis. The key goals for the United States healthcare system in response to the COVID-19 outbreak are to reduce morbidity and mortality, minimize disease transmission, protect healthcare personnel, and preserve healthcare system functioning. يعني الأهداف الرئيسية لنظام الرعاية الصحية في ظل تفشي مرض كورونا هو يجب أن يكون في المقام الأول هو الحد من انتشار المرض بأي صورة، وجزء من الحد من انتشار المرض إنك ما تطلبش أشعة لمريض مش هتفيدك أساسا في التشخيص. الأشعة لن تشخص المرض، لأن الحاجات اللي احنا بنشوفها في الأشعة بتاعة المرضى اللي عندهم كورونا تتشابه تماما مع أي مريض تاني عنده التهاب رئوي نتيجة فيروس. اي حاجة لفيرال نيمونيا هتدي نفس اللي احنا بنشوفه في الاشعة بتاعة المريض اللي عنده كورونا. Findings are not specific. The findings on chest imaging or CT in patient with COVID-19 are not specific and overlap with other infections like any viral pneumonia. فلو حضرتك طلبت أشعة لمريض عنده كورونا، جهاز الأشعة والعاملين في قسم الأشعة اللي بيتعاملوا مع المريض بصورة مباشرة ممكن الفيروس يتنقل لهم، وممكن يتنقل منهم لشريحة تانية أكبر، لأن هم بيتعاملوا مع أكبر عدد ممكن من المرضى. علشان كده فحص الأشعة للمريض عنده كورونا سواء كان أشعة على الصدر أو أشعة مقطعية لا يجب أن هو يكون فحص روتيني أبدا، لأن زي ما قلت لحضرتكم التشخيص الأساسي بيكون عن طريق PCR. والأشعة تفضل بس كده تتعمل فقط في حالة حدوث مضاعفات كما يراها الطبيب المعالج، ولا تستخدم زي ما قلت كإجراء روتيني بنعمله لأي مريض احنا متوقعين عنده كورونا. ولو عملنا الأشعة بتتعمل بحاجة من اتنين، لو بأشعة عادية يتعمل عن طريق بورتابل، يتعمل عن طريق جهاز أشعة متنقل بره قسم الأشعة، يتعمل في الأقسام أو في العناية المركزة أو في المكان اللي موجود فيه المريض من غير المريض ما يجي قسم الأشعة، وتأخذ كل الاحتياطات اللازمة بمكافحة العدوى الخاصة بالجهاز وخاصة بالفن اللي بيصور الحالة. أما إذا كانت الحالة مطلوب لها أشعة مقطعية برضه تأخذ احتياطات أكثر من ناحية تعقيم الغرفة بعد المريض ما بيخلص، لأن عشان ما يتنقلش المرض لمريض تاني. ويستحسن ان الاشعه تتعمل كمان في اخر اليوم عشان يكون عندنا وقت كافي قبل المريض الثاني ما يجي. Radiological examination should be restricted only for the COVID-19 patients who are suspected to have complications, not to be as a routine procedure for the diagnosis of the disease.
regarding the radiological features of COVID-19 regarding splenic ray chest. Splenic ray chest is insensitive and in many cases demonstrate normal chest x-ray. Findings may be seen in the form of bilateral peripheral distributed airspace disease, as you see in this image. Regarding CT scan, the most common findings are bilateral, peripheral, subpleural, patchy areas of ground glass opacities or airspace disease. Late on the disease, we may find the linear atelectasis, we may find the crazy paving changes, but it is not known to have neither pleural effusion and also no evidence of mediastinal lymphadenopathy, as you see in these images. أتمنى تكون المعلومة وصلت وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية.